ناخد من جزئيه مهمه جدا نتكلم فيها كابتن حازم، وهي النشوه اللي بتكون عند اي فريق كبير ويكون راجع من انتصاره، محقق انتصار كبير وواصل لنهائي كونفدراليه زي نادي الزمالك. هل دي بيكون ليها سلبيات كتيره في لقاء النهارده ولا لا؟ صحيح، هو يجب على لعيبه نادي الزمالك، لان حازم يمكن اشار لنقطه مهمه، نادي الزمالك ماشي بشكل كويس فتره الاخيره. صحيح، والراجل اصبح عنده حلول كتير جدا جدا، وبالذات في الخط الامامي والخط الهجومي، ودي من المميزات الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك. وعنده انتصارات اعتقد ان هي مميزه، سواء المباراه الاخيره، قبلها النادي الاهلي فوز مهم جدا جدا ومعنوي، الاتحاد قبلها. بس هنا بقى انا هتكلم على نقطه اللي انت اتكلمت عليها، على النشوه. يمكن النادي الزمالك لما كسب النادي الاهلي 2-1 عمل لقاء سيء جدا جدا امام دريمز الغاني. صحيح، وتعادل هنا في مصر. على الرغم من اثبت بعد كده نادي الزمالك كفاءته وقوته كفريق قوي، وقدر ان هو يكسب هناك 3. نفس الشيء يجب ان لعيبه نادي الزمالك تكون استفادت من الدرس ده. مش معنى ان انا كسبت 3 هناك وتخطيت وقدرت ان انا اوصل للنهائي، ومبروك طبعا نادي الزمالك الوصول للمباراه النهائيه، وعنده فرصه كبيره ان هو يحقق الكونفدراليه، بطوله مهمه لنادي الزمالك وجماهيره. فنفس الشيء اني اكون استفدت، ان انا لازم المباراه دي العب بقوه، علشان نادي الزمالك عنده فرصه كبيره جدا جدا للعوده والدخول على منافسه الدوري الممتاز الموسم ده. اذا كسب اذا قدر ان هو يكسب الاربع لقاءات الجايين بيوصل للنقطه تقريبا 32 او 33، معنى ذلك انه تحطه تاني في المنافسه بعد البدايه السيئه في الدوري الممتاز. فهو عنده فرصه كبيره ان هو يلعب بشكل، انت عنده فرصه كبيره ان هو يلعب بشكل كويس، وان زي ما انت قلت ان النشوه دي يستغلها بشكل إيجابي. ان تدي بالظبط بشكل ايجابي، ان طبعا هو لازم يكمل على الاداء الجيد اللي واضح في المباريات الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك. لازم يستغلها بشكل كويس. لو قدر نادي الزمالك يعمل ده، وعنده يعني عنده الحلول طبعا، عنده دلوقتي ان بقى في منظومه دفاعيه جيده بالنسبه لنادي الزمالك بشكل كويس، عنده نص ملعب كمان بقى عنده لعيبه مميزه، سواء دونجا سواء شحاته، شحاته وزياد كمان، وزياد كمان ظهر بشكل كويس في المباراه الاخيره، مع وجود عبد الله السعيد، مع عوده ناصر ماهر. كل دي ايجابيات بالنسبه لنادي الزمالك لازم يستغلها بشكل كويس. طبعا على الجانب الاخر زي ما قال حسن، ماتش صعب جدا امام البنك الاهلي. ماتش البنك الاهلي عنده حلول، عنده لعيبه بتعرف تلعب كوره بشكل كويس. صحيح، عنده لعيبه عندها جد تحولات طبعا من اللعيبه المميزه. فاكيد طبعا الماتش مش ماتش سهل بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن زي ما قلت نادي الزمالك عايز يعود للمنافسه على بطوله الدوري، وكمان يستفيد معنويا للمباريات القادمه، لازم ان هو يخلص المباراه.